يا محمد، احنا اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون. بس يا بابا. محمد رمضان يرد على عمرو أديب: بس يا بابا. بعد سيل الانتقادات التي وجهها الإعلامي عمرو أديب للفنان محمد رمضان، رد عليه الأخير بمشهد من مسلسله الأسطورة. نشر رمضان مقطع من مسلسله الشهير، ولكن زود صوت أديب وهو يقول: يا محمد اللي بنحسبه موسى طلع فرعون، ليرد عليه: بس يا بابا. وكان الإعلامي عمرو أديب وجه رسالة إلى الفنان محمد رمضان بعد الفيديوهات التي نشرها وظهر فيها وهو يلقي بأمواله في حمام السباحة، عقب صدور حكم بإلزامه دفع 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019. وعبر أديب عن استيائه من تصرف محمد رمضان والفيديو الذي نشره، مؤكدا أنه يستفز الجمهور والشعب المصري، قائلا: كان في قضية بين الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر، الطيار كان رفع قضية عايز تعويض، المحكمة حكمت له ب6 مليون جنيه، وما كان من نمبر وان الأستاذ محمد رمضان غير أنه نشر فيديو مستفز جدا للشعب المصري قاعد في البسيم بيرمي فلوس أو دولارات في المية. طبعا الدولارات حقيقية أو مش حقيقية ده مش موضوعنا، لكن شيء مستفز، هو بيقول لنا ايه الفلوس دي عالجزمة. واكد اديب ان محمد رمضان اثار حفيظة عدد كبير من محبيه، ووصفه انه اصبح عدو نفسه، قائلا: ما تفهمش دماغه فيها ايه، بيفكر ازاي، عاوزه يشرح لي بيفكر في ايه، لو الفلوس ما تهمكش اتبرع بيها لحد، اديها للطيار تعويض عن المصيبة اللي انت عملتها فيه. واختتم كلامه قائلا: الناس اللي انت استفزتهم دول هم اللي عملوك، وانت جزء كبير منك صناعة سوشيال ميديا، وايه المانع انك تعتذر للناس وتقول لهم ما قصدتش؟ يا ابني اهدى وارجع لعقلك وبلاش غرور، ناس كتير اعظم منك وضعف ثواني. يذكر ان محمد رمضان ينتظر عرض مسلسل موسى خلال شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وانتاج شركة سينرجي واخراج محمد سلامة، ويشاركه البطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عرف عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، وتارا عماد. يا محمد، احنا اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون. بس يا بابا.